بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دلوقتي بفضل الله هنطور على الكلاس تولز بتاعنا. اقفل ده واقفل ده، ده اللي موجود لغاية دلوقتي. كرييت فولدر وكرييت فولدرز. عاوز دلوقتي اعمل ايه؟ عاوز اعمل public shared sub. ده بيعمل ايه بقى؟ ده بيعمل create empty file، بيعمل انشاء لملف فارغ، ملف نصي فارغ او ملف فارغ. تمام. انت كده كده اللي هتبعت لي الباص، انت هنا هتبعت الباص اللي انا هشتغل منه as string وانا هشتغل لك عليه. بعته بقى دوت تي اكس تي، بعته من غير دوت خالص براحتك، وادي انتر. هاجي هنا اعمل ايه؟ هختبر الاول، هشوف الملف موجود ولا لا. هقول له اف من الفايل، ما هي الفايل جايه منين؟ من الاي او بردك، جايه من سيستم دوت اي او. هقول له من الفايل دوت اكزيستس، يعني هل الملف اللي انت بعته ده موجود؟ هل الباص موجود؟ لو نوت موجود، لو نوت اكزيستس اشتغل، لو نوت اكزيستس ادخل هنا وهقول له ايه؟ هقول له اعمل لي ريكرييت. على طول احنا ممكن نستخدم من فايل دوت كرييت، اوكي، وادي له هنا ايه؟ الباص. بس عايز اقول لك على حاجه، ان انت المفروض بعد لما تنشئ الملف تقفله علشان ما يبقاش متعلق بالبرنامج. يعني لو حبيت تحذفه تحذفه، لو حبيت تعدل عليه تعدل عليه، لو حبيت تضيف تشيله تريبليس تعمل اي حاجه. فهتيجي في الاخر بعد الكرييت هتقول له دوت كلوز، يعني بعد ما تعمله كرييت دوت كلوز على طول، يعني كرييت وكلوز على طول ورا بعض. فاهم الفكره ازاي؟ ما انت لغايه هنا بتعمل كرييت فبيبقى معاك الملف، فدوت كلوز على طول بالمره في نفس الوقت، يعني كرييت وكلوز. انا مش عايز منه حاجه، الهدف ان انا انشئ ملف نصي فارغ، بس ملف عادي فارغ. خلاص كده. هاجي هنا هعمل بردك public shared sub، دي يبقى اسمها ايه؟ create empty files، ويبعت لي هنا ايه؟ يبعت لي الباثز as string مصفوفة، وانا بقى اعمل عليها for واشتغل بيها اهو. for each، اوكي، هشتغل على فايل اوك، بلاش فايل ده عشان ما يزعلش، عشان فيجوال بيزك مش حساس لايه لحاله الحروف. خليها اف، اف از سترينج، لان هو عنده فايل او انا استخدمت فايل هنا. خلاص. هي ان على ايه؟ ان على الباثز المبعوثه. خلاص. وادي ايه؟ انتر. واجي هنا بقى اعمل ايه؟ هقول له اف اوكي دوت، هنا هنده بقى على اللي انا عملتها، هنده على كرييت امبتي فايل واديله الاف بس. تمام كده. يبقى هو ايه هيعمل ايه هنا؟ هينشئ في كل لفه فايل. خلاص. وبرده علشان الباص دي ما تتعارضش فيما بعد مع حاجه ثانيه ممكن انا اعملها بعدين، ممكن نغير على فكره، ممكن نغير، يعني بلاش بردك باص دي. تمام. ممكن مثلا ايه؟ لان هتصادف وهتحس ان انت ممكن تحتاجها. يعني انت عندك هنا باث، باث جاي منين؟ سيستم دوت اي او. في باث هنا ولا مفيش؟ في باث اهي، خدت بالك؟ فبرضه بالمره، يعني بلاش برضه ايه نداء فيجوال بيزك خالص. خلي دي ماي باث او يور باث ايا كان. تمام. او اقول لك على حاجه، ما تسميها فولدر باث، صح كده؟ فولدر، فولدر ايه؟ فولدر باث، فولدر باث. اوكي. تعالى هنا اهو قول له رينيمها مع نفسها. خلاص. دي حاجه هنا فولدرز باثس
فولدرز باث او فولدرز باث اي حاجه. قول له ايه رينيمها اهي، خد بالك انت كده كده كل ده مش هيفرق معاك في الاستخدام، يعني مش هيفرق معاك في الاستخدام هنا يعني بره، هو شغال معاك عادي جوه، دي حاجه داخليه يعني. هنا سميها فايل باث اهي، قول له رينيم، ظبطها لك اول واحده خلاص. وهنا نفس الكلام فايلز باثز، وقول له رينيمها بس على اساس ايه ما يتعارضش مع اي حاجه موجوده يعني، حتى لو حبينا نشتغل بيها بعد كده. طيب لغايه كده بفضل الله عملنا مكونات في التولز. تعالوا نجرب الكلام ده. هاجي هنا، تعالى الاول ايه اخر لي ده كده شويه، وكليك يمين هنا وافتح الفولدر بتاع البروجكت بتاعك، هاته كده على جنب، وادخل على بن، ادخل على ديبج. تعالى هنا بقى قول لي ايه، قول لي من التولز دوت كرييت فايل، كرييت امبتي فايل، وهديله اسم وليكن مثلا فايل دوت تي اكس تي، وهاجي اشغل وركز معايا هنا بقى اهو شغل. خدت بالك؟ انشأ فعلا ملف تمام، والبرنامج بتاعك شغال، وجيت تحذف الملف هيتحذف معاك عادي لان قلت له دوت كلوز. تعال نجرب التانية، تعال اعمل لي dim files as string، فيها شوية حاجات نسميها مثلا ايه f1.txt، واخد بالك اهو، و f2.txt و f3.txt. تعال نجرب كده الكلام ده. هاجي هنا هقول له tools dot create empty files، وهدي له المصفوفة اللي اسمها ايه files بالمنظر ده كده. تعال بقى نشغل كده اهو، تعملوا تلات ملفات على طول في نفس الوقت. فانت كده بفضل الله طورت التولز اكتر من الاول. استنى استنى، رايح فين؟ ويت، انتظر ثواني. عملت اشتراك؟ طب عملت لايك؟ ده دوسه دوسه اشتراك. عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا؟ عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك؟ وما تنساش تدخل على موقع الاكاديميه www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان، ربنا يكرمك بفضل الله.